وبعض أحزاب الأخرى. هسه حاليا موجود مثلا أحزاب المعارضة، مثلا بارحة أنا سمعت من رئيس جيل الجديد يقول بس إحنا نوصل إلى الحكم يعني نأدم كل الأشخاص أو القيادات السابقة. يعني شنو هذا؟ يعني كل تهديدات على البعض، يعني ماكو شيء بها مساومة. وبالآخر إحنا نحترم حقوق الإنسان ونحترم دعاية الانتخابات، كل هاي الأمور يعني لازم بها بعض المصطلحات وبعض الأسلوب ما يستعملون، لأنه ناس بإقليم الكردستان يعني يمكن مختلفة عن خارج إقليم كردستان.